من مؤسسات لجنة المرأة العاملة حتى ومن بعد أنه مشينا في اتجاه يعني عندي الجزء النقابي فيا والحقوقي والنسوي يعني هذوما من تركيبتي وتقريبا دينا الحراك النسوي للتحضير المنتدى الاجتماعي العالمي هو داخل في أنه حقوقيات ونقابيات ونساء واشتغلت كثير يعني شخصيا على العنف المسلط على النساء كمنصة متطوعة في مركز الإنصات وتوجيه النساء ضحايا العنف بالتالي يعني وعنا يعني في التجربة في التشبيك المغاربي والعربي على قضايا حقوق النساء والمواطنة ومناهضة العنف ضد النساء بالنسبة لنا يعني لاحظنا أنه دائما قضايا النساء يعني تكون مهمشة أو نضعها في ورشة مارجيناليزي يعني على هامش المنتديات الاجتماعية ولكن بالنسبة للمنتدى الاجتماعي العالمي القادم نريد أن تكون من قضايا المحورية ذلك أن الحركات النسوية هي التي بدأت في التنديد بالنظام العالمي الجديد ونحن كنا وكبنا مسيرة النساء في كيباك من أجل الخبز والورود ولكن هذا الحراك والتنديد باختيارات البنك العالمي لأنه يهمش فيه تهميش أكثر للنساء وفيه أيضا تدني يعني تكريس دونية النساء وبالتالي يعني بالنسبة لنا لا بديل عنا لازم نفكر في تنمية بديلة لا تخسر النساء لا تضرب أيضا في العمق النظام الرأسمالي الأبوي الذي يهمش النساء ويشيئ جسد النساء فالحقوق الجسدية والجنسية للنساء اليوم قاعدة تضرب بمختلف الأشكال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنساء أيضا قاعدة تتهمش ونهيك أنه في بلداننا لا يكفي أن نقول هناك يعني نسبة البطالة تفوق 16 أو 20% لكن يجب أن نتذكر أن بالنسبة النساء حاملات الشهادات والمعطلات عن العمل تفوق 1/3 المعطلين بالتالي يعني قضية النساء في محور الحراك الاجتماعي وانتبهنا إلى أنه حركة الحوض المنجمي في تونس بدأتها النساء أرامل العمال اللواتي كنا يطالبنا بحق أطفالهن في الشغل أيضا قضايا بالنسبة للزخم النقابي والتنديد بالاختيارات وبال يعني توسكي لي بلان دا جوستومون ستركتوريل ضرب نساء عاملات النسيج اليوم قضية النساء اللواتي يشتغلن في قطاعات مهمشة نظرا لنظام المناولة ويعني لا حماية اجتماعية ولا شيء هي نساء وحق امتلاك الأرض والتوزيع العادل للثروات النساء هن الأكثر تهميشا يعني قليل من النساء يمتلكن الأرض أو يمتلكن السكن فحق السكن وحق امتلاك الأرض والحق في التنمية وفي الثروات يعني أكثر ناس أكثر الفئات المهمشة منه هن النساء وزاد أيضا هناك عدة يعني خصوصيات للنساء سواء حتى في ذوات الإعاقة يعني عندما نهمش أو نميز يعني في التمييز الحاصل على كل هذه الفئة فإن التهميش والتمييز يكون مضاعفا للنساء وبالتالي نحن مع قلنا نحن في الصف الأول في الاحتجاج ويجب أن تكون الديناميكية النسوية يعني من أول من أهم الديناميكيات للمنتدى الاجتماعي العالمي حتى يكون عالم آخر ممكن يكون عالم يعني مرتكز على مبدأ المساواة مبدأ العدالة الاجتماعية وتكون عدالة اجتماعية حقيقية ومواطنة حقيقية للنساء.